السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة بسلط الضوء على جريمة حصلت في امريكا من 10 ايام في مكان اسمه بافرلي هيلز، اعتقد انه في لوس انجلوس، وهو في ولاية كاليفورنيا، مدينة لوس انجلوس ولاية كاليفورنيا. اللي حصل ان كان راجل بريطاني عايش في الامارات هو واسرته، ولكنه راح لامريكا سياحة، ومعلش غلطة جايز يتعلم منها يعني. بس اللي حصل يعني ان هو ايه، راح لامريكا سياحة. هو امريكا كسياحة غالية جدا، بس هو الراجل كان واضح انه غني، فمش موضوع الفلوس ما يهموش قوي يعني. فاقام حتى في فندق، وكان بياكل في مطعم الفندق، واثناء ما كان بياكل في مطعم الفندق وعنده ساعة بمليون دولار قيمتها مليون دولار، هذا الرجل البريطاني كان هو مع اسرته في مطعم في فندق في بافرلي هيلز في كاليفورنيا. فجم 2 شباب، واحد منهم من فنزويلا والتاني من كولومبيا، هددوه بالسلاح وخدوا منه الساعة بتاعته اللي قيمتها مليون دولار، وهربوا على الموتوسيكل البعيد. بعدها ب3 ايام يعني تقريبا 13 اغسطس تم القبض على الشابين الحمد لله. واكتشف ان دي مش اول جريمة عملوها، وان هم مش الوحيدين، لا ده هم جزء من جريمة منظمة عابرة للقارات. بمعنى ان مقر العصابة الكبير في امريكا الجنوبية، وبيتبع لها، وهي شبكة ضخمة جدا، بيتبع لها ناس من كولومبيا ومن بيرو ومن تشيلي ومن فنزويلا وغيرها من بلاد امريكا الجنوبية. هذه المافيا الكبيرة يا اخوانا، هذه المافيا الكبيرة دخلت لأمريكا مع المليون واحد اللي دخلوا مؤخرا في عصر بايدن. واللي حصل إن هم انتشروا في أمريكا، ومنهم اللي عمل جرائم مماثلة في مدينة نيويورك. في الفترة الأخيرة برضو في مدينة نيويورك حصلت عدة جرائم من هذا النوع، إن المجرم يا إما يخنق الضحية لحد ما يفقد أو تفقد وعيها، وبعد كده يسرق ساعته أمه 30-40 ألف دولار، لأن هم بيفهموا في الحاجات دي، هم بيفهموا في ماركات الساعات دي شغلتهم، أو إن هم يهددوا الضحية بالسلاح زي ما عملوا مع الرجل البريطاني. فللأسف الشديد يعني، رغم إن كل بلاد العالم بتتنافس على أصحاب المهارات، بتتنافس على رجال الأعمال المهرة، إلى إن أمريكا في الفترة الأخيرة إنها واضح إنها ما بقتش بتاخد غير زبالة الزبالة اللي بتيجي عشان ترفع لنا معدلات الجريمة في أمريكا. مش بس ترفع لنا تكاليف المعيشة، لا، معدلات الجريمة، وفعلا معدلات الجريمة ارتفعت بقدوم هؤلاء، علما بأنها كانت أصلا مرتفعة. فأسأل الله أن يرفع عنا ذلك البلاء، وأن يخلصنا من كيدهم ومن شرورهم، وأنه يبعد تلك العناصر الإجرامية عن أمريكا. اللهم آمين يا رب العالمين. هتقولوا لي إزاي الجريمة ممكن تقل في أمريكا؟ أنا هقول لكم يا جماعة، أنا دايما عندي إيمان بالله، وحتى لو كان الطلب بتاعي يبدو مستحيل للبعض، لكن أنا دايما بدعي ربنا، وأنا عندي ثقة كبيرة فيه أنه إن شاء الله يحقق لي دعائي، مهما كان دعائي ده يبدو لكثير من الناس أنه مستحيل، ولكن بقول يا رب. اللهم آمين.
أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.